عدد المسجلين الجدد كيبقى غادي وكيطلع كان جوج ثلاثة مليون وغادي 956,000 اللي تسجلت في 22 وجاو ده العدد التراكمي كيبقى يجمع كل سنة هاي 18 مليون يعني 18 مليون مسجل في راميد يعني كانت عنده بطاقة ديال راميد تراكمي شنو هي؟ هادو اللي كانوا عند الناس كيتسجلوا اليوم 200,000 300,000 وبقات كل هذا المهم الناس اللي تقبلت تعطات لهم لاكارت راميد هي 18 مليون في حدود 2022 جا هنا كتب عدد المستفيدين الفعليين هي 10 المليون شنو كيقصد بعدد المستفيدين واش هل من تلقى الخدمة من هاد 18 مليون ومشى لوبيتال عنده الحق ما غاديش نقول لنا ماشي كلشي كيمرض ماشي اي واحد عنده بطاقه ديال التغطيه الصحيه تكون في امو ولا تكون في القطاع العام ولا القطاع الخاص ديك البطاقه كيستعملها يعني ربما هادوك ال10 مليون من 18 مليون هي التي استفادت لان عدد المستفيدين الفعليين من بطاقه راميد لكن في هاد من 2012 حتى 2022 شنو كان كيوقع وهذا الشيء راه كنا ناقشناه في الولايات السابقة قبل ما يجي هذا الاصلاح ولا هذا الورش الملكي الكبير كنا كنناقشوا راميد مدير ديال وكاله التنميه ديال الصحه كان كل مره كيجي التامين الصحي قال بان فعلا اليوم فاش بدينا في الراميد كان واحد الاقبال لكن اللي انتهت له بطاقه الراميد نتفاجأ ان عدد كبير ما كيعاودش يجددها والتقييم ديالنا انا داك لا حنا ولا يعني الاداره بان ما كانتش جاذبيه للقطاع والخدمات الصحيه اللي داك السيد اللي كان كيعطي ديك 600 درهم ولا 300 درهم ولا 200 درهم الناس اللي كانوا كيخلصوا اولا حتى اللي كان كيعطي فابور يلقى ديك البطاقه في العام ما كتفيدو والو ما كيمشيش يجدد البطاقه ديالو لان ديجا راه استافد خصو غير يجدد ما كيجددش وكيبقاو ينقصوا دونك الناس ملي ما كتجددش ما كانش الجاذبيه لهذا القطاع وهذاك العدد ديال 18 اللي خطره كتخرج 100,000 خطره تخرج 200,000 هما غادي ما كيجدوش البطاقه ديالهم يعني تقييم ديالنا قلنا بان دوك اللي ما جدوش البطاقه ديالهم في الاخر ديال 2022 هو كيقول غير المستفيدين يعني التفسير ديالو ديك المستفيد واش مستفيدين من الخدمه اولا كيقصد بها هما اللي هذه الحكومه فاش بغات دير الاصلاح لقاتهم هما اللي مازال عندهم البطاقه صالحه الاستعمال في هذاك الوقت وهذا الشيء ما كنختلفوش عليه ولكن 18 كاينه 18 مليون